مشاهدينا عسلامتكم معنا، مرحبا بكم في حصتكم بنبريم فاميلي. اليوم راني مع الثنائي توينز. الثنائي الخطير خطير. مش راكي سامعها؟ لاباس، صحتك بخير؟ والله الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله. بس ياك شغل انا تورنيو فيلم الثنائي. الثنائي فيلم في الكوزينه. هاوي نقول لمشاهدينا ان شاء الله الطله تاعنا تكون مريحه لكم وتكون ممتعه ان شاء الله. حنقضوا وقت اليوم في الكوزينه، حنديروا اليوم معجنات. اليوم راح ندير لكم البريوش. رائعة. البريوش باش تسحروا به. البريوش للسحور، وراح نديروا الكسره الحمراء للسحور، وراح نديروا كذلك شاي جديد، شاي اللي يعني تعودت عليه في السعوديه اللي هو شاي الكرك. الكرك ايه، ولا شاي عدني. المهم شاي جديد راح يعني نعطيكم الوصفه تاعو وان شاء الله تجربوها. هكذا تتابعونا حتى نهايه الحصه. هكذا تتابعونا حتى نهايه الحصه باذن الله. ألو. لا كاين الاوفياء ما شاء الله، كاين الحمد لله. الوغ نبداو باش نربحوا وقت، نبداو بالعجينه تاع البريوش خبيا، ومن بعد باش نروحوا للكسره الحمراء. اليوم أنا هنا اليوم محبين تاع القهوه، والقهوه حليب والشوكولا شو، ومحبين تاع الكسره يقعدوا معانا. الوغ ديراكتومون ميزان جوا وي نوزنو. الو هنا عندي، وانتي تصيري لنا كذلك نجوا الفارينه. انتي وزني لنا لا فارين 500 غرام دو فارين، صيريها لنا هنايا. الو انا عندي، تبعوا مليح معايا مشاهدين، عندي دو بان بريوشي. اليوم عندي دو بان بريوشي، لو بان بريوشي او بيبي دو شوكولا. هذا يحبوه كبار وصغار، والمقادير يعني ما شاء الله متواجده كامله عندكم في البيت. الوغ عندي 12 غرام خميره الخبز، 12 غرام خميره الخبز. عندي 70 غرام سكر، 70 غرام سكر انا حنحط فقط 10 غرامات، ومن بعد باش نكمل بقيه السكر. وعندي مقدار 30 غرام ماء يكون دافي، هذا راح نحركه مليح باش نحي كامل لي غرومو لو فوي ولا عنجو. وي نورمالمون لهي. ها قلتي لي 500 غرام سميحه؟ 500 ايه. لا 12 غرام خميره مع قلنا 70 غرام سكر، بصح السكر ما درتوش كامل، نحيت غير 10 غرامات. وكذلك عندي 30 غرام تاع ماء. هذه في الاول. دوكا نجوا نخلي لنا هنا الفارينه. فوالا تدي تشوفي. هاني خلطها بيها. هلا زيدي خليه هنا نستعملوه. اوكي عندي 8 غرامات ملح، كاين بزاف اللي كيديروا البريوش ما يديروش الملح، صح نجوى؟ انتي بزاف يسالوك هذا السؤال، بما انه شافوك الله يبارك ما شاء الله متمكنه في لي بان سبيسيو لا بريوش اي تو، دونك بزاف الناس اللي يديروا هكذا رشه ملح في البريوش. خطا. وي دونك عندي 8 غرامات ملح، عندي شويه فانيلا، هذه تقعد اختياريه اكيد. وي فوالا عندي زوج حبات بيض فرطل، زوج حبات بيض ايه. اوكي وعندي 50 غرام زبده مع 50 غرام زيت. انت الزيت نجوى زيدي حطينا هنايا الزيت، معليش نوزنه لك هنايا ولا هاوليك؟ ديريه لي. الوغ دوكا من الفوق باش ندير السكر، نكمل بقيه السكر. زوج حبات بيض قلنا الأولى، ثانية. دونك بما أنه درت 30 غرام تاع ماء، دير الزيت. إيه دير الزيت 50. وي سوا سوا. بما أنه شوفي ديجا لي ليكيد راهي معمرة، راهي 30 غرام تاع ماء، وراهي زوج حبات بيض. اللي هنايا عندي الحليب، راح نشمخو بالحليب. الحليب عندي 200 على حساب بيان سور الفارينة اللي عندنا. أكيد نوزن 200 غرام، بصح نروح يعني نضيفو بشوية. 150 اكيد، لكن هذيك ال 50 نزيدوها يا نقص. فوالا يلا بسم الله.
هذه حبه بيض باش من بعدك جفي باديجوني وي البريوش ديالي والزبده قلتي تحطيها ابخي بعدك الزبده كي نعجن مليح دوكا نضيف الحليب هادو سي بون سميحة سي بون ايه الوغ هنا لابريوش مشاهدينا ما لابريوش تاعي ما راحش ندير فيها لي بيبي شوكولا دوكا من بعد ما تخمر الاول المره الاولى المره باش نخمرها مره ثانيه هذاك الوقت ندير لي بيبي لداخل ندير من الداخل وما حش نحطهم برك من برا معناتها يكون فيها كامل بيبيت ميم على الانتيريور ميم على الانتيريور تكون غورماند فوالا الوغ نخلي لو بوغ ديالي هنا البيض نروحو للكسرة نروحو للكسرة يعني واجدة نروحو للكسرة الوغ الحليب نخليه هنا نسحقو ميزان مشكيش الميزان لأنه الكسرة حبيت نخليها تراديسيونيل معنتها بالكيلة بالكيلة نجوى نحتاج الكسرة ديالي نحتاج السميد هذا ايه رطب رطب لا لي شويه فوق الرطب ماشي المويه داكو لي تحت المويه سواء يكون رطب سواء يكون شويه درجه فوق هذا سكي بيان رطب هذا مي مخلط شوفي ايه فوالا مليح فهمتك دونك عندي زوج كيلات فرينه ايه و 6 كيلات سميد ستة كيلات ستة كيلات سميد هاي بارك ايه معناتها هكذا نكيل فوالا نجيب اون كويير ونكيل دونك لابريوش تاعي كيما راكو تشوفو تعجنت عجنة خفيفة دوكا نقدر اني نزيد لو بوغ بيان سور الزبدة تكون طرية ولا لا مارغارين معليش شحال كينا تسميت سميحة؟ سميت ستة الله يبارك ايه احنا ناكلو ونوكلو نجوى الكسره ماشي الكسره ما تليقش شويه نجوى الكسره تليق بزاف كيما كنتي ديري الخبز كيف كيف اربعه خمسه السادسة يعني نقدروا نديروا نصف الكمية نقدروا نديروا نصف الكمية صحيتي دوك ندير زوج تاع فرينة دوك زيدي زوج تاع فرينة وانا لهنايا في الغيسيبيون ديالي دونك لهنا اون تو عندي 8 ميزور 8 6 سميد وزوج فرينة الوغ انا بدوري لهنايا نحط شويه حبه حلاوه زرارع شويه خشخاش هذا يقولوا له الخشخاش غاند بابو وي وي فوالا عندي كذلك سمسم شويه وعندي حبه البركه كل شيء شويه شويه عندي لا لوفور شيميك ان باكي لهذه الكميه هذه ان باكي هاد الكميه نجوا تطلع واحد الكيلو ما بين الفرينه والسميد باينه وي كيلو عندي ملعقه كبيره تاع زبده نحطها تسحقي الكيله ولا خلاص نسحق ديري لي هاي. كيله كيله معمره زيت الزيتون نص زيت الزيتون ونص زيت نص المائده ايه نص فوالا
الو هنا عندي الملح، الملح عندي تقريب ملعقه كبيره ولا حنا ياكلوا منها يا اكيد قولي لي. وي مليح الملح درت نتو ولا نزيد؟ زيد شويه، زيد شويه. فوالا الوغ باش نبدا نبسس نحطوها هنا نجوق هذه غميقه خير. وي نبدا نبسس ندخل يدي نجوا كيما الزمان هكذا. شحال درتي هنا؟ سامح درتي زبده هنا؟ درت زبده مغرفه كبيره تاع زبده مغرفه كبيره الكيله تبعها نصفها. فوالا الو بسم الله صحيتي. كي شميت زيت الزيتون جاتني ريحه الحميس، ديجا جاتني ليماج تاع الحميس مع الكسره. الحميس مع الكسره اي سي ان بوان فابل في رمضان. اه وي صح. كاين اللي يديروا فيها تاني زرعه الكتان. وي زرعه الكتان يعني زراره لنا الخيار، لنا الخيار نقدروا ما هاد الزراره نروحوهم لاصحاب الدرا ما يحبوهمش. فوالا نروحوهم ونزيدوهم باش نمدوا النكهه. فوالا دوك تعجنت نجوى شويه هاي نوقف معاك نعطيك قصعه نجوى احسن. ايه ماذا بيك باسكو قصعه نجوى الله يبارك. او ما اللي ليست شويه هاي التقليدي في التقليدي فغنا هذه حد زيت زيتون راهي تشهي. هايله الله ندير لك هذا. شفت المغرفة جبتها وأنا نشوف واش نسيت. مغرفة سكر من جوا، مغرفة سكر راح نضيفها مع الحليب. راهي مبسة هايلة مغرفة سكر. دوك نعاود لهم مشاهدينا، عندي زوج كيلات فرينة، ست كيلات سميد، الكيلة نفسها معمرة نص زيت زيتون ونص زيت عادية، وغرفة كبيرة تاع زبدة ولا مارغارين، الملح أكيد قلنا درنا واحد دو كويغ كافي معمرين، والزرارع فوالا، وباكي لوفوغ. هادي ما فيهاش خميرة. راني نشوف وي. فيهاش خميرة الخبز، هادي عيطوا لها الكسرة الحمراء، هادي الكسرة كما نقولوا حنا كسرة يابسة. فوالا. مبسة. ألوغ نضيف لك الحليب. بيان الحليب شحال؟ كيلة كيلة ايه توجور. والباقي نكملوا مويا نكملوا ماء. هلا نزيد نجيب كيلة، نزيد نجيب الماء نعمر الكيلة. هادو السيغ تشربهم ونعمر شوية زيادة ونشوف. الوغ انا هاد العجينه كيما يشوف فيها مشاهدينا الوغ هي لاباط تاع لابريوش. كيفاش تجي؟ تجي طريه بصح ما تلصقش في اليد، يعني صح تجي طريه بصح ما تلصقش بزاف في اليد. انا واش راح ندير؟ راح نخليها تخمر وبعد نعاود نرجع ليها. فوالا جو في فيلمي. شو سامحه هايله سختو في يدك جو سمع انت راح تحليها هنا وراح تطيبيها هنا. ايه فهمت فهمت. هاو وجو سمع باش الخميرة تاعنا تخمر مليح نورمالمون نحطها هنا قدام الفرن باش تخمر.
لا راهي استوديو راهو حر كبير يعني. فوالا دونك نخبيه. الله يبارك. هذه واش نديروا بها كاع سميحه؟ فهمينا. شفت القطاعات اللي تحضرت كل شيء، نديروا صغار ونديروا خبيزات، ني با بليش نديروا كبار. فوالا ونطيبوهم. الوغ نحي عليك الماء هنايا. سي بون جو سي بروبر هنا برك. فوالا هاتي تاع قطاعه. ايه نديرو بالقطاعه باش يجونا كامل كيف كيف وشابين. تحبي هذا ولا تحبي واحد موديرن ولا واحد ولا تاع بكري؟ تاع بكري تاع بكري. بكري توجور في البكري. جيبي العود. ها بون وجبت هذه لوتي ماجيك هذه اللي تحمر البصله. ايه طيبوا بها. ايه جيبي نحلو. الوغ هي تجي مبسه وتجي هكذايا شغل على طوندونس تتكسر. ما نديرولهاش ان بو دو فارين؟ سي نديرلها ان بو دو فارين. اوكي ايه سوبر. جيبلك برك ريسيبيون تهلي شويه الفرن. هي قد ما تريح مليحه. احنا ما نخلوهاش تريح حنايا. اوني بريسي نقولو للمشاهدين تاعنا. الوغ هادي ديريها كبيرة سي سا؟ هادي نديرها كبيرة. بون لهنا ليبيسور رايحة لصاحبة الكسرة و والعائلة كيفاش يحبوها. كاين اللي يحبها رقيقة كاين اللي يحبها شوية خشينة. صح دونك فوالا ندير هكذا نحي زيادة. هذا هو علاش كامل باش تجينا الكسرة شابة شابة. فوالا هاكي. كاين بلاصة للصغار؟ كاين بلاصة للصغار. غير ديري للصغار. الصغار نديروهمش بزاف رقاق. سامحة واش قلتي؟ نديروهمش بزاف رقاق. أنا ما نحبش كسرة بزاف رقيقة. فين؟ طرو فين. اه اذا هاد الكسره هاديه جوستمون نحيي المنطقه اللي طيبوها كثير اللي صبت عندهم كثير هاد الكسره. هي منطقه جيجل ومنطقه كذلك تيزي بجايه يطيبوا بزاف وما ياكلوه بالسلطه وبالحميص ايتو دونك. وهاد الفكره هاديه كانت امي كثير تعملها لنا زمان كنا صغار. سموها الكسره الحمراء. كانت تكون محمره الكسره الحمراء. شكون اللي كان يقول لها الكسره الحمراء؟ مش عارفه لا خونا الكبير ولا الصغير. الكبير. الكسره الحمراء لانه كانت تحمرها مليح 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 على الطاجين. فوالا دوكا لهاد هادي اللي دير لي فيه كما نقولوا ولا طيبناها على الطاجين تاع الطاجين تاع الفخار تاع المطلوع كما نقولوا له حنايا طوميو. وسينو طيبوها فوق المقله طيبوها فوق الطاجين هكذايا تاع الحديد فوق الطاوه. كل منطقه واش يسموه. صح وي وي لا بلي با يقولوا الطاوه. وشنو نطيب؟ تدي لنا البريوشه. البريوشه لازم تطلع. وي البريوشه لازم تطلع. نتاح نديروها بعد الفاصل. نديروها بعد الفاصل. حنا المشاهدين نروحوا فاصل نقول لكم التحنيه و التحنيه والبريوشه. قعدوا معنا وحنديروا الكسره. مشاهدينا وينينا لكم باش نكملوا البريوش. وسميحه درنا واحد الشاي مازال ما حفظتش اسمه. شاي الكرك. الكرك شاي الكرك ولا يعيطولو من جهه الشاي عدني. اليمنيين هما يعيطولو الشاي العدني. وهذا الشاي اصله هندي. يقول لك الهنود كي جاوا للخليج العربي جابوهما هذه الوصفه تاع الشاي. ومن ثم ولا من الثقافه
موروث ثقافي هذا الشيء، شيء الكرك في دول الخليج كامل يديره في المناسبات في قعدات في يعني معروف. انا حبيته شعبي. انا حبيته هذا الشاي اللي هو عباره عن شاي احمر نخلطوا له الحليب وبهارات صحيحه. دوك يشوفوه معنا مشاهدينا. انا قبل ما يعني نبدا في الشاي نروحوا للابغيوش اللي راهي خمرت الله يبارك واللي راح نضيفوا لها دي بيبيت قلنا نضيف لها شوية شوية فوالا الوغ لي دو شوكولا لي دو بون لهنايا المقدار نقدر نضيف 100 غرام ما بين الاثنين عندنا 50 50 غرام اللي يحب يضيف كثر يضيف كثر بزاف فوالا او بلو جينيروز ما شاء الله ما شاء الله شويه باك مشاهدي ايه بس غير شلعتيني رجوع كي جعانه ولا لا لا بتجري وحدها هي اللي قالت لي ديريني ديريني كامل بسم الله نحب هاد لابريوش من بعد تجيك شغل طريه ايه راهي ما شاء الله صافا نجوا نعرف نخدم بريوش لا لا ما شاء الله الله يبارك الله يبارك فا بيان مونجي الشوكولا اجوردي هادي تيا ماشي انايا استني شوفي دكتور تتسقم هاديك الحلك هادو شوفي سامي الوغ هنا راح نديرو لا فورم نديرو شكل دائري وشكل نديرو شكل دائري ونديرو شكل رحلي الاسم باتار باتار فوالا وي الوغ فورم باتار و نوزنوهم سامحه باش يجونا كاع حبيتي توزني نجوا حبيتي ديري عينك يا ميزانك جو في كونفيونس جو سي كو الميزان تاعك في عينك الوغ هنا المول اللي عندها مول سيليكون كيما هذا ولا كبير عليه ولا صغير عليه تقدر تستعمله كيما راكم تشوفوا واللي ما عندهاش كامل عادي تستعمل الصينيه تاعها تحط فيها بابي كويسون ولا تدهنها فقط وتحط فيها لابريوش تاعها تخمر فوالا مي سي بيان كي يكون عندها لي مول سيليكون تكون تنويع وي في الشكل وي ما انتي راكي نجوا توزني لنا سي بون سميحه سي بون خلاص مام هادو هادو ايه وي شحال وزنتي درتهم 40 غرام 40 غرام انا كذلك كنت يعني طيبت منهم واستعملت 80 غرام شويه كبار شويه كبار شويه كبار دونك كاين تاع 40 كاين اللي يقول تاع 40 كاين تاع 50 كاين تاع 80 وكاين كيما نقولوا خبزه تاع خبزه نقدر نطيبها في مباوا وي كيما درت مقبله شتي اللي قطعنا بها نقدروا نطيبوها كذلك دونك المشاهدين يعني انا الخيار وين نحبوا لكم الخيار مام صومول هكذاك صومول هكذاك ديمبول انا دوكا راح نتكلم لهم على الشاي الشاي ديالي تاع اليوم واش راح نحتاج فيه المكونات فيه حليب فيه ماء فيه سكر ابيض او سكر بني اذا توفر السكر البني نستعمل السكر البني عندي شاي احمر دي ساشي ولا اللي عنده انفاك معليش عندي زنجبيل فريش زنجبيل يعني جديد عندي الهيل لا كارداموم الهيل هذا دقيتو دقيتو فقط ولا عندكم مسحوق يعني بودره نستعملوا البودره وعندي كلو جيغوف اللي هي عواد قرنفل وكذلك عندي الـ القرفه الوغ واش نحتاج اكزاكتومون المقادير في الشاي تاعي نعطيكم المقادير بالضبط عندي ربع مغارف كبار تاع سكر قلنا اما سكر بني اما سكر ابيض واش راح ندير راح نشعل على لا كاسرول ونحطو يدوب كوم ان كاراميل جو في لو كاراميليزي هكذايا بما انه كميه قليله ماشي كبيره دونك نديرو كامل راح نحتاج شوفوا ندير كلش في هاد كما نقولوا في هذه الغرفيه هذه عندي عود قرفه كي يكون العود كبير نقص منه عندي قرفه
عندي ملعقة قهوة هيل كما راكم تشوفوا هكذا، عندي واحد ثلاثة ربعة عواد قرنفل، نزيد واحد، عندي شاي ملعقة كبيرة تاع الشاي أحمر، ولا ترونسبلاسيوها فزالي لا غومبلاسي تستبدلوها بكيسين تاع شاي، شاي أحمر. وعندي كذلك الجنجنبر، عندي طرف تاع الجنجنبر كيما راكم تشوفوا فيه هذا، نقسمه ونحطه مع المكونات هذه. الماء تقريب عندي ولا درت ربع ملاعق تاع السكر، راح ندير ربع كيسان ماء وكاس حليب، فوالا ربع كيسان ماء وكاس حليب، هادو نوجدهم نحضر نضيفهم من بعد. الوغ هنا لو جينجوم لازم نقطعو باش بيان سور يطلق الاكتب عنده وي وي باش يطلق البنه تاعو. الوغ واش راح ندير، راح نقسمو هكذا فوالا، نقسمو هكذا، جو لو غابا سينو يجيني بزاف قاسح، نخليه برك يطلق ونفيزيو من بعد. دونك هذه هي المكونات، نعاود عود قرفه، ملعقه تاع قهوه مسحوق الهيل، مرصو تاع زنجبيل، اوبس صافا صافا ما تحرقش، غلطوا 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 غفلوا عليه غلطوا. الوغ هكذا هاد لو كو كاراميل يزيد النص في الشاي تاع الشاي الكرك، وكاين اللي على بالكم كميات من الغوسات، ماشي ما كاش غير هذه، كاين ألف وصفه يستعملوها في هاد الشاي. ايه في هاد الشاي وكذلك ممكن نستعمل الزعفران، ممكن نجيب الزعفران دي بيستيل دو سافران اذا توفروا عندي، الا ما توفروش معليش، بصح الزعفران يزيد الذوق، الزعفران يزيد في الذوق ويزيد في اللون، اللون تاعو يجي ان بوبغا. الوغ هنا سي بون لو سوك تاعي اي سي كاراميليزي، راح نضيف الماء، سي بيان كاراميليزي. ايه نضيف الماء شويه، فوالا نضيف شويه ما لانه محشي لي ربع كيسان، فوالا هكذا نكمل ربع كيسان. الو راح يذوب كل حاجه اكيد، ودكا راح نحط فيه كامل التوابل اللي وجدتهم كما راكو تشوفوا، فوالا ويبداو يغليو معاه، بعد نضيف الحليب. داك الصحه نجوى الله يسلمك، ديجا بدات تخبر شوفي. اه حنزيد سنيوه جا الله يبارك، الله يبارك سينو يلصقولنا. فوالا وانا نوجد لك كذلك الفابا ديجوني صح؟ ايه وي لا دوغور، هايا نديرها هنايا، باش كيخمرو يخمرو بيان وي، سيرتو كيطيبو ما يلصقوش. الوغ شي كارك هذا نورمالمون يغلي لنا، يغلي ابتي فو ماشي يعني، يفا فريميغ واحد العشر دقايق وهو اون فريميسمون. راح نضيف له الحليب، شميتي سامحة؟ قلت لك شما غلطتي؟ لا لا شميت برك. شميت برك دوكا حنا ندير الزعفران. الوغ هادو سي لي فري بيستيل دو سافران. يا سلام وي، حتى البواطا مغلقة بإحكام. الوغ بيستيل دو سافران هادوما ناخد شوية في يدي هكذايا، كمية قليلة، ونحكهم إيه نحكهم باش يتلقو كتر وكتر، فوالا
ولي يطيحوا لكم اغوشاط ما تعاودوا ترفدوهم باسكو عزيز. شوفي يعطي واحد اللون رائع رائع، لون والذوق، مذاق ولون. ديجا ريحه دوك لي زيبيس يعني فريمون يدير حاله في ستوديو. سمح سيت اون سورت دانفيزيون سي سا تاع انفيزيون بصح لا لا كان ما يخليوش انفيزي، يغليوه داكور، يغليوه يغليو الشاي مع الحليب. هي من الافضل، من الافضل تستعمل بالحليب المبخر. يا سلام. آه. بون الحليب المبخر متواجد كثير في الدول الخليج العربي، والهنا متواجد بصح ماشي يعني نلقاوه باختو، دونك استبدلته بالحليب بما انه حليب حليب. دونك هنا راهي تغلي بشويه، انا راح نصفيها، نزيد نخليها شويه ونصفيها. انا درت لا دوغ البريوش، البريوش حنخليوه يخمر. اه وي يخمر تقريبا واحد ثاني واحد ساعه، لانه البريوشه طبطة شويه باش تخمر. دونك واحد ساعه ممكن ساعه ونص اللي دارها بارده ثاني حتى ساعتين. Exactement. ساعتين ونص ثلث سوايع ما تقلقوش عليه، يخمر يتضاعف من بعد باش نطيبه. ما تنساوش لا دوغور، ونقدروا نحبوا كما نقولوا حنا نشلحوه، نقدروا نشلحوه فوالا. نجوا سبيسياليست في التشليح، غير شلحيه نجوا. يغلي شويه ومن بعد يغلي شويه ومن بعد راح نحطو فلاتير كيما راكو تشوفوا هكذايا اون تيغ، ونصفيه نصفيه مليح. الو ولا عندكم الصفايه تاعكم مليحه مغلوقه سي بون، ولا ما عندكمش صفايه مغلوقه فوميو نصفيه ندير شاش، ندير شاش ونصفيه باش يروحوا كامل هاد يعني لي زيبيس هادو اللي درتهم يقعدوا كامل للفوق. فوالا دونك هنا كيما راكو تشوفوا الحليب تاعي راهو ولا الشاي شاي الكرك راهو بدا يغلي. نخليه قلنا ابوبخي فريميسمون هكذا واحد العشر دقائق، هما يخلوه عشر دقائق ممكن نخليه خمس دقائق ولا كيما راكو تشوفوا. ومن بعد راح نطفي عليه ونصفيه ونقدمه ساخن، نقدمه ساخن. حنا نقول للمشاهدين رائحة تاعو راهي معطرة استوديو، نقول لكم نروحوا فاسين لكم في طاولة التقديم. يلا مشاهدينا ونينا لكم في طاولة التقديم. سميحة يعطيك الصحة، طاولة راهي تشهي. الله يسلمك. أنواع وأشكال. الله يسلمك. نحب على بالي. نحب نعمر طاولة. على بالنا. بالأنواع والأشكال. كنا درنا سميحة الكسرة يعطيك الصحة، عطيتينا وصفة هايلة. وصفة 100% ناجحة، وهذه نهديها للشابات اللي راهم دخلوا هذا العام في الكوزينة. باش يديروا لهم الكسرة الحمراء، يديروها للفطور ويديروها للسحور. يعطيك الصحة. كذلك درنا لابغيوش، راني نشوف فيها هنايا زدتي لها سميحة كريمة. هنا كريمة حلواني اللي يحب كريم باتيسير. كريم باتيسير ديجا راهي فيها شوكولا. اللي يحب يتناولها بدون كما نقولوا سادة. واللي يحب يتناولها بالكريمة حلواني كريم باتيسير. صغست ان شوا كذلك. وكذلك درنا الشاي اللي رانا نشوفوا فيه، يعني هذا حاجه جديده واكيد حنكونوا كاع اون فا اتر كوريو باش كاع كنتسناو باش ذوقوه، ذوقوه وباش نعاودوه كذلك. ايه انت اكيد ذقتيه انت. خلاص درته لك وذقتيه من قبل. مازال يعطيك الصحه. مازال يذوقوه لي ما ذاقوهش. ان شاء الله. وكذلك انا جيت يام باش على راكو تشوفوا الفروماج، هذا الفروماج الجبن، الجبن اللي جابته لنا طاطا وهيبه من الغواط، نشكرها مدام موسى بارك الله فيها. اخوها عنده ملبنه كبيره في الغواط وبعث لنا حقنا، نقولوا ان شاء الله حقك في الجنه. سي دي فروماج يعني سون ريان ما يزيدولهم والو، بيو. هذا النوع تاع الجبن اللي تاكليه ما يدلك ما ينفخك ما يعني ما شاء الله، وبنين 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 وماشي مالح. دونك هذا النوع هذا بكسيره، هذا بكسيره واش نقول لك. ونشكرك نجوى على لا كونفيتور تاع تشينا، اون كومبوت دورانج
تري تري بون كذلك. هي سلمك. فوالا. إذا إن شاء الله المشاهدين يكون عجبوهم الوصفة تاع اليوم. أكيد أكيد، سختو في السحور هادو أكيد حيحضروهم. أنا نقول لكم دمتم أوفياء لحصتنا، صحة فطوركم، تقبل الله صيامكم وقيامكم، مع السلامة. مع السلامة، صحة فطوركم.